وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ علي جلال يوسف المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك. بعد تحية أستاذ علي، الدولة تواصل جهودها لتقديم الخدمات والتيسيرات على أبنائها بالخارج، في رأيك إلى أي مدى نجحت مبادرة السيارات في جذب شرائح كبيرة من المصريين بالخارج وتقديم محفزات لهم؟ طيب، مساء الخير فندم. مساء الخير. يمكن احنا القانون مر بمرحلتين، قانون السيارات المصريين بالخارج. المرحله الاولى بدات في نوفمبر 2022 وكانت مدتها 4 شهور. يمكن في مارس 23 حصل تعديل على القانون بمد العمل به لمده شهرين اضافيين، بالاضافه الى مجموعه من المزايا والمحفزات الاضافيه بناء على مطالب المصريين بالخارج. كان من اهمهم تخفيض الضريبه الجمركيه بنسبه 70% وسداد نسبه 30% منها فقط. القانون انتهى في 14/5، المرحلة الأولى منها، في 14/5/2023، وكان عدد المسجلين على المنظومة 184,900 مواطن. ويمكن في ضوء مطالب المصريين بالخارج إن هي بإعادة فتح العمل أو إعادة العمل بالقانون مرة أخرى، استجابة من الدولة صدر القانون 174 بإعادة العمل بالقانون، واللي بدأ في 30 أكتوبر الماضي، ويعني هيتم العمل به لمدة 3 شهور. ينتهي في 29 يناير ويجوز مجلس الوزراء مدها مده اخرى. صحيح. الحقيقه ان الفتره الثانيه فندم من القانون عدد المسجلين على التطبيق زاد عن العدد الاولاني. احنا النهارده في المرحله الثانيه من التطبيق وصل عدد المسجلين الاضافيين 189,000 حساب اضافي. اجمالي اوامر الدفع اللي صدرت على المنظومه بـ1.4 مليار دولار. صحيح. الحقيقة وبناء على اللي حضرتك ذكرته أستاذ علي، المحفزات اللي بتوفرها الدولة بتشمل إنشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج باعتبارها مشروع وطني. في رأيك كيف يساهم ذلك في تشجيع المصريين على الاستثمار؟ إحنا يمكن بنتكلم على سيارات المصريين بالخارج. يمكن دي كان من ضمن المطالب المصريين بالخارج، هو إعفاء سياراتهم من الخارج. هو ده اللي احنا القانون اللي بيعت العمل بيه اللي اشتغل من 30 وبدا العمل بيه من 30 اكتوبر، وده ساري لمده 3 شهور. النهارده المصريين بيقدروا يحافظوا على مدخراتهم، يقدر ينزل العربيه، يعني هو بالنسبه له كان مطلب اساسي ليه الفتره الاخيره. وفي كتير من المؤتمرات المصريين من الخارج مع دوله رئيس الوزراء كان في مطلب دايم باعفاء السيارات المصريين من الخارج من كافه الضرائب والرسوم الجمركيه. صحيح. جزيل الشكر لك أستاذ علي جلال يوسف المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك، شكرا جزيلا لك.